في المقابل قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي إنه متمسك بالرؤية التي أعلنها سابقا والمكونة من 10 نقاط لحل الأزمة وإنهاء الحرب في السودان. وخلال خطاب مسجل وجهه إلى أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن دقلو استعداد قواته لوقف إطلاق النار في كافة أرجاء السودان لغايات إنسانية ومن أجل بدء محادثات سياسية وفق قوله. إن قوات الدعم السريع الاستعداد تام لوقف إطلاق النار في كافة أرجاء السودان لاستمرار مرور المساعدات الإنسانية وتوفير ممرات آمنة للمدنيين ولعمال غازة، تؤدي محادثات سياسية جادة شاملة تؤدي إلى حل سياسي شامل بغاية حكومة مدنية تقود البلاد نحو التحول الديمقراطي.